السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع اليوم راح نقوم بتنظيف حساس الاير سنسر. موقع يكون على فلتر الهواء مثل ما تكون، هذا الصندوق فلتر الهواء وهذه سيارة السكويا. راح نقوم بتنظيفه بطريقة بسيطة من خلال تنظيف الحساس في الداخل. اول شيء بعد ما نفك طبعا القطعة هذه ما تحتاج شرح لأنه مجرد تفك البرغي اللي هني وتلوز الربر هذه، تفك القطعة. أنا أوريدي فكيتها، بفك البراغي هذه اللي هني في هالمكان واحد اثنين. بعد ما تفكها الحين راح أقوم بفكها وأرجع لكم في المقطع. وهذه السنسر بعد ما فكيناه يكون بنفس الطريقة. الحساس اللي محتاج تنظفه هو اللي هني. طريقة الرش راح تكون تجاه الهواء. والبخاخ الذي راح نستخدمه مثل ما تشوفون هني هو بخاخ خاص بالأجهزة الإلكترونية، واسمها بالانجليزي هو الكترونيك كلينر، وميزته انه كويك دراي. مثل ما موضح هنا خلف العلبة انه امن على الاستخدام على الاجهزة الكهربائية وعلى وصلات الكهرباء وعلى ادوات اجهزة الكمبيوتر وعلى الدوائر الكهربائية وعلى المصابيح وعلى البلاستيك وعلى شمعات الاحتراق وغيرها من الاجهزة الكهربائية. كما ان ميزته انه سريع الجفاف، حيث انه عند النفخ عليه او عند تعرضه للهواء يجف بسرعة بعد ازالته للاوساخ من الزيوت والشحوم والاوساخ المتراكمة التي تكون على الوصلات عادة بعد مدة الاستخدام. ومن ميزته يعني عند البحث عنه يجب التأكد انه سريع الجفاف، حيث انه امن على الاجهزة الكهربائية ولا يترك شحوم. الحين راح نقوم بعملية تنظيف. طريقة البخ راح تكون بالاوتي كالاتي. ودواعي التنظيف طبعا ان هاي المكان يتراكم فيه الاوساخ بحكم انه هو المكان الاول اللي الهواء الداخل للسيارة يكون هو الوجهة الأولى اللي تستقبل الهواء، فيتراكم في عليه أوساخ. فأنت لما تيجي تفحص الحساس تشوف هالمنطقة، شوف هني أحمر، إذا كان صافي نفس اللون معناته ما يحتاج نظيف. أما إذا كان عليه أوساخ فلا تلمسه بيدك، فقط بخه بهالبخاخ الطيب وخله يجف لأنه سريع الجفاف. وبكذي احنا نكون خلصنا من تنظيف الحساس. طبعا راح احط لكم دواعي التنظيف في الفيديو. والحين بكل بساطة العملية عكس الفك. راح اقوم بتركيب كل شيء. طبعا انا قلت مدام انا فكيت القطعة كامل خلينا ننظف الفلتر مرة واحدة ونلقي نظرة عليه. الفلتر دي انا بدلته قبل 7 شهور او 8 شهور. والله اللون بسبب الجو عندنا مغبر، انا ساقوم بنفخه بالهواء فقط لانه لا زال جيد. طبعا جهاز النفخ عندي من شركة ماكيتا، في سرعات انا حاط على رقم 1 وهذه على رقم 6. بعد ما خلصنا خلاص نرده مكانه عكس
الخطوات. هذا ركب مكانه. الحين بقوم بتركيب القطع، ومثل ما نشوف الحين بسوي عملية سحرية. ايش رايكم بالحركة؟ بس هذه لهني انتهى المقطع. خلكم معاي على القناة ان شاء الله، والمقطع الجاي راح يكون تنظيف حساس الهواء في الهونداي اكسنت. الى اللقاء، ولا تنسى تسوون لايك شير وسبسكرايب. السلام عليكم.